فبعث الله تعالى الرسل ليقيموا الحجة على المخطئ، ويعني ويبينوا الحق للناس. فالرسل جاءوا وبينوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا آخر الأنبياء، ونحن أمته، وبقي بيننا قرآنه، وبيننا سنته، وبيننا هذا العلم الكبير، هذا العلم الغزير الذي نقله لنا علماء الأمة منذ عصر النبوة. يعني نقل الصحابة رضوان الله عليهم علم النبوة، ثم تناقلت الأمة بعد ذلك. نعم. فلو أننا رجعنا إلى أولي العلم، إلى أهل العلم، لوجدنا الحلول، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لا يعني لا، وهكذا لو ردوه، نعم، كل أمر نختلف فيه نرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا هم أهل العلم الذين يبينون لنا الحق من الباطل، طيب، والصواب من الخطأ، فلا بد أن نرجع إليهم، هم الذين يستنبطونه، يعني يأخذونه من مكانه، طيب، يفهمون حقيقته، يعرفون أبعاده، فيدلوننا على الحق. لكن الذي جرى في زماننا أن إعلاما فاسدا توجه نحو أهل العلم ليشوههم ويسقط صورتهم عند عامة الناس، طيب، وقد نجح شيخنا يعني إلى حد ما فيما يريد.